السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم اسمها، هذا رسولها اسمها. Kita ikhlaskan pikiran kita, kita konsentrasi betul-betul memohon kepada Allah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita. Mohon kepada Allah semoga umat Islam secara umum, kita semua dan wakil khusus dan mengfirlah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang dipanggil Allah sewindu yang lalu, semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dunia Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرة أرواح الشهداء والصالحين وأولئك مما شرق الأرض من الغرب، وإلى حضرة أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات المسلمين المسلمات، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخنا خصوصا كي يشاء الله ومسلمين وفروعات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم وقيهم في يوم القيامة. له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. اللهم حصل مقاصدنا مقاصدك الآخر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا قرب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم بلغ وأصل المسلمين الصالحين قرآنا من حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين على الصلاة والسلام على حضرة الشهداء والصالحين وأولياء الله من المشرق والغرب وعلى حضرة رعاية القبور من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمين خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وما شيخنا ومشايخنا المسلمين خصوصا عبدك الفقير اللهم اغفر وارحمه وعافه وعافه واكرم نزله واسر خلاه واجعل الجنه مثواه وقيه فتنة ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.